السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده وصوره جديده. اتمنى كلكم تكونوا بخير. النهارده مكملين في 30 حلقه متواصله على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. النهارده معانا حلقه رقم 18. اتمنى الحلقات دي تقدم لكم افاده، وان شاء الله في الحلقات الجايه هقدم لكم افادات وحاجات اكتر بكتير ان شاء الله. النهارده معانا افكت مميز جدا على ادوبي فوتوشوب، وهو بنسل سكتش. ازاي نحول الصوره بتاعتنا من شكل طبيعي كانها مرسومه بالرصاص وبافكتات بسيطه وفلاتر هنبتدي نعملها مع بعضينا. النهارده هيبقى افكت بسيط جدا، مش هياخد منك دقايق، وهيخليك بدل ما تقدم الصوره لحد بتحبه لو انت بتعدله الصوره بشكل طبيعي، ممكن انك انت تعملها له بشكل مرسوم، وكمان لو انت عاوز تطبعها الموضوع هيكون مميز وهيبقى حاجه مختلفه عن التقليدي. فهو مش هياخد منك دقايق وهتبقى عندك صوره ان شاء الله مرسومه كانها بالرصاص. وانا يحيى الشافعي، سواء كنت على الفيسبوك او على اليوتيوب ما تنساش انك انت تتابعني. تعال نروح لشرحنا النهارده، يلا بينا. طيب، اول حاجه بيبقى عندي صوره طبيعيه جدا ما فيهاش اي حاجه، بدوس على كنترول جي بحيث ان انا اكررها مره كمان، اعمل لها دوبليكيت يعني. واول حاجه بعملها باجي هنا وبروح عند هيو اند ساتوريشن، بقلل الساتوريشن لحد سالب 100 بحيث ان هي تبقى ابيض واسود زي ما انت ما شايف كده. بعد كده خلاص باجي عند الطبقه اللي انا عملت لها تكرار، وببتدي ادوس على كنترول اي بحيث اعمل لها انفرت او اعكسها، اعكس الالوان فيها. وبعد كده بغير المود بتاعها لحد كلر دوج، هتبان عندي ان هي بيضة كده عادي مفيش اي مشكله، لان انا هبتدي اجي هنا عند فلتر، وهاجي عند بلاير، وهاجي عند جازيان بلاير. هبتدي ان انا ازود البلاير هنا بالطريقة اللي تعجبني، ولكن مش هزوده قوي بحيث ان هو ما يرسم ليش كل حاجة بالتفاصيل. انا عاوز الحدود بس تبقى مرسومة بالرصاص، فمثلا عند 8 و8 هتبقى كويس. هدوس على اوكي، وهاجي عند ادجستمنت لاير. هبتدي ان انا اجي عند اول حاجة عند الليفلز، هبتدي ان انا ازود اللي هي في النص دي، ازودها ناحية اليمين. كل ما ازودها بنلاحظ ان في تفاصيل اتزودت عندي، ولكن مش هزودها قوي، انا عاوز ازودها بحيث يبان التفاصيل السودة بس او الشادوز الموجودة في الصورة. كل حاجة بتقوم بحاجة. وبعد كده هبتدي اجي برضو من عند adjustment layer، هاجي عند الكونتراست، هبتدي ازود الكونتراست بتاعي بطريقة كويسة، مثلا اخليه عند 30 بحيث ان الصورة ما انتبهتش منه. خلينا نكتبها 30. هاجي عند اول طبقة خالص، وفي نفس الوقت انا عاوز اشتغل على الطبقة المرسومة دي اللي انا لسه رسمها، مش عاوز اشتغل على الطبقة اللي انا عكستها. فعشان اعمل طبقة بكل الحاجات اللي انا عملتها دي، احفظ الاختصار ده كويس. ادوس على كنترول الت زائد شيفت زائد حرف الاي، 4 زراير. بعد ما بدوس عليها بيجيلي طبقة جديدة زي ما انت ما شايف، بدوس عليها كليك يمين من بره كده، وباجي عند convert to smart object، ويبتدي ان هو يحولها لي لسمارت اوبجكت زي ما انت ما شايف. عشان لما اجي هنا عند فلتر هبتدي اطبق حاجتين. اول حاجة وهي من نويز، هاجي عند اد نويز، هيبتدي ان هو زي ما انت ما شايف ضاف لي تفاصيل جديدة. هبتدي بس ان انا الاماونت ده هتأكد من تحت ان هي عند جوزيان، وبعد كده الاماونت ده اقدر ان انا اقلله او ازوده. النويز ده بيزود لي التفاصيل اللي جوه الوش ذات نفسها، فمثلا هخليها عند 10 و59. وبعد كده هدوس على اوكي، وهاجي هنا عند فلتر برضو تاني، وهاجي عند شاربن، وهاجي عند سمارت شاربن القبل الاخيرة. هتأكد برضو من هنا ان انا عندي جازيان بلير، وهتأكد من هنا ان انا اشتغل على الاماونت، هبتدي اخليها عند 197، تاني واحدة هخليها عند 1.8. الرقمين دول عشان يظبطوا الحاجة يعني معايا، اشتغلت على كذا رقم ولكن الرقمين دول هما اللي اشتغلوا معايا. طبعا على حسب الصورة ممكن ان انت تزودها او تقللها، ولكن انا بقول لك الرقمين اللي اغلب الناس بتشتغل بيه. بعد كده هتدوس على اوكي، هيبتدي يحمل معاك ويظبط لك الصورة. خلينا نقرب كده، هنلاحظ ان التفاصيل اترسمت كأنك رسمها بقلم رصاص. خليني احطهم كلهم في جروب واحد عشان نشوف قبل وبعد. كنترول جي،
كده قبل الصورة كانت عادية، كده بعد. خلينا نقرب للتفاصيل، هنلاحظ ان هي كأنها مرسومة ومش هتبكسل معاك، ده هي كأنها مرسومة بالرصاص. يعني لو انت حابب انك انت تغير من نوع الصورة اللي انت هتقدمها لحد او الاشكال دي كلها، وهتبتدي انك انت ترسم، والتفاصيل كلها باينة زي ما انت ما شايف، عند العين وعند الوش، حواجب، كل التفاصيل دي كأنها مرسومة بقلم رصاص. كده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واتمنى ان انا اكون بفيدكم. ما تنساش اللايك والمتابعة، وما تنساش الكومنت سواء ايجابي او سلبي عشان احسن من المحتوى بتاعي. انا يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.